عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. دونك اليوم كنا نسبت أنه فما معرض جديد في تركيا تحديدا في اسطنبول، دونك يحكي على السيارات الكهربائية ومركبات كهربائية بصفة عامة وكل ما يخص السيارات الكهربائية. دونك بالطبع مانيش نفلت الفرصة هذيا وجيت نكتشف فيه، ولقيت أنه كل تقريبا كل ماركة عندها دي فواتور إلكتريك هوني يتبع السوق الأوروبية نفسه، حتى إكسبوزيسيون نتاع لي موديل الجدد نتاعها. واليوم كما قاعدين نشوفوا ورايا لي موديل الكتريك الاخرانيين نتاع مرسيدس. دونك في الفيديو هذايا باش نحكي لكم على مرسيدس شنو عندها في الالكتريك، وبالطبع بالنسبه للي ما اخرين كل ماركه شنو عامله لها الفيديو تاعها وحدها باش تكتشفوا شنو فما في الالكتريك في بالنسبه ل 2023. تو بالنسبه لمرسيدس ومره جايه بالنسبه لماركات اخرين، ما لكن تحب تتابعهم الكل اشتراك في القناه مهم برشا. يلا بينا. دونك لهنا كما قاعدين نشوفوا في بانوراميك على لي موديل مرسيدس الاخرانيين، هذوما دي موديل 2022 2023، نفسهم اللي تسوقوا في الاوروب ونفسهم زاد اذا باش يجونا لتونس. انا على حد علمي هذه وهذه امكانيه كبيره انه قريبا جدا في تونس، المغادي ما نعرفش ما عنديش علم، لكن هذوما باش يجيو لتونس ان شاء الله. باهي هذوما دونك مرسيدس لهنا حكيت لكم حتى في فيديو تقبل، كي حابه تعمل دي فواتور الكتريك ما عرفتش كيما دي بي ام دبليو اللي مغادي. باهي اش عملت مرسيدس؟ مرسيدس شات توت الصفحه، بدات ايدونتيتي جديده، كونسيبت جديد، شاسي جدد، كل شيء جديد. عرفتك العباره مرسيدس عاودت حياته من الاول جديد وعملت دي موديل الكتريك، دونك كل شيء عاودته من الاول جديد وعملت ايدونتيتي نتاع الالكتريك كاكا هاو. بحال اللي قاعدين نشوفوا تقول لي هاي كيف كيف، لكن ماهيش نفس الكهرباء. ما غادي كيف كيف، لكن ماهيش نفس الكهرباء. دونك لهنا عملت ايدونتيتي جديده. باهي خلينا نبداو ساعه بالصغرونه هذه. دونك لهنا عندنا الصغرونه هذه واللي هي الاي كيو او. باهي هذه مرسيدس تقول لك عباره على مرسيدس كلاس او الكتريك تو سامبلومون، هذه هي الحكايه. دونك لهنا باش نفهموا ليدونتيتي نتاع مرسيدس من غادي ديما الكالندر باش يكون هكا. دونك طبعا ما عادش عندنا كالندر محلول خاطر ما عادش عندنا ما عادش يسحقوا هو يدخل الموتو. لهنا بالطبع لهنا عندنا ماتريكس ال اي دي وكل شيء، كل شيء فخم بالطبع. هذا راهو المرسيدس نحكي لكم فيه معناتها مش كاليتي معناتها ظاهره معروفه. دونك لهنا لي جونت كما قاعدين نشوفوا، لهنا راهو لي جونت مخدومين هكا مش بالزهر، مخدومين هكا باش يحسنوا في الاوتونومي نتاع الكهرباء في الايروديناميزم زاده. والبيانو بلاك شغل هنا مثلا ابيض وبلاك اند وايت برسم مزيان على الاخر الحكايه. هنا مثلا السينياتور اي كيو او غادي نشوفوا. دونك كهرباء طويله ما شاء الله كيما الاو كيما كلاس او اما الكتريك. كما قاعدين نشوفوا مغادي او كيو او 350 فورماتيك معناتها هذيا الدفع الرباعي. العجل اللي معنا اليوم بار 19 يجي ومن داخل ها تشوفوا من هنا ايدونتيتي هذيك موحدة تاع مرسيدس. وبالطبع ايدونتيتي هذه معناتها هذه مش احسن حاجة تنجم تعملها. نوريكم موديل اخر برسمي روعة. دونك شوفوه من هنا. دونك لهنا نشوفوها من داخل، لهنا روعة حاجة بالرسم. شوف لهنا عندك الماتريال هذا نسيت اسمه، ديما نجي نصور كربل الماتريال هذا ننسى اسمه. الماتريال فخم برشا، سيربي كربل الاحمر بالمبرة كي تحس من هنا برسمي حاجة فخمة بالكدا يحس. سجل اللي شفت كيفاش مرسيدس حتى كي عملت حاجة جديدة. تذكر قبل مرسيدس في التسعينات كانت تحط كرسي هوني هكا على أساس الكتريك، لأن عاودتها نفس الحكاية. شفت كيفاش لأن شفت القطعة هذي كيفاش راهي انديبوندونت، تلصق كان غادي شوي كاهو انديبوندونت من هنا الكهرباء من هنا. شوفوا كيفاش بالرسمي حاجة روعة بالرسمي. شوفوا من داخل من هنا معنتها ما شاء الله، هذاك وحش نجم يقول معنتها ما شاء الله حاجه روعه. دونك لهنا تقريبا لي بوطون ديجا حتى هذا ماهوش دي بوطون روعه باش يكون في عندك، معناتها حتى هذا ماهوش دي بوطون. دونك برسمي لهنا حاجه معناتها ديجا معناتها احنا تكتيل كل شيء تكتيل، ولا معناتها لهنا فقط كان هذه بوطون كهو ولا باليت نتاعها كهو. هذه مثلا الذي ننزل لنا هوم هكا ما حبش يشاو بيك عاملينها مود شورو. لهنا عطاني ال الماب نتاعها. دونك لهنا هادم دي بوطون، هادم كل دي بوطون. دونك لهنا ظاهرة حاطينها مود شورو مش كل فونكسيوناليتي تقدر تحطهم. هاوك ديجا لهنا عطاني اكران كابات هذيك يسكر الاكران، روتاغنش هذيك نتاع ال دالي لي الكهرباء هذا البرفورمانس تاعها كيفاش تعمل فيها الباركير لاري تاع البارك باركينغ اوتوماتيك شارج ستيسيون لاري هذيك يعطيك لي بورد ريشارج وينهم صون هدف لاري اخر الاهداف. دونك لهنا برسم معناتها حاجه روعه. مثلا ننزل هكا
كاميرا ما حبيت نقول لك كاميرا ما ورينيش هدي مانيش عارف شنو بالضبط فونكسيون ما بيجود دي قال لي الفونكسيون هذه ماشي موجوده قلت لكم حاطينها مود شوروم ديجا هما جايبينها مش شوروم معناتها هذوما كراب جايبينها مش شوروم برسمي حاجه روعه شوف كيفاش شوف كيفاش حاجه روعه دونك لهنا شوفوا حتى الماتيريال اللي استعملوا فيه يعني بطبع انا تو انا كل شيء دونك بعد ما شفتوا هذه تو ننتقل ونشوفوا اللي مخير منها اي نعم هذه هي يلا بينا دونك تو عندنا اي كيو اس هذه الاس عباره على كلاس اس الكتريك هذه انا سوقتها قبل اي نعم نتفكر وقت اللي نسوق فيها انا اول مره نسوق وقتها الكهرباء في الكفر هذايا نتفكر جبت التليفون شو نصور وقتها قال لي ما تجيبش التليفون والله اللي هذايا قال لي ما تجيبش التليفون يخدم في دار المسدس قلت له علاش قال لي خاطر انا كيس كنت نسوق فيه صغير برشا عرفت كز ناقي قال لي شفت التليفون بعد كان تضربها فهمني يهب لك نعرفش حتى كان نهر روحي ظهر لي ما خلصتش اختي هذه بالضبط هذه فيها كل فاست اللي انت تدور على اليمين العاده هذه شنو عم تعمل على اليسار باش تسهل لك في الدوره خاصه في الزناقي صغار وقت انا قاعد ندور في زنقه صغيره عاونتني بالبدا بالبدا وقت ثبت كيفاش كهرباء دارت حتى دونك لهنا شوفوا نفس ليدونتيتي شفتوا نفس ليدونتيتي لكن هنا هي اطول وهاي لهنا عندك اي كيو اس لهنا بالطبع لهنا باش تحصلوا على فخامه غير عاديه لهنا هذه بيتورمات لهنا شوفوا هكا لهنا بينتور مات دونك لهنا لا انا هاي كان ماما هكاك شفت كيفاش تشعل لك ال اي دي ما غادي شفتها في الكل شفتها هاي وتثبت هكا الحلة تاع الباب تذكرك مرتين لازم مسدس القدم كيفاش الحلة الميكانيك تحسها هي الكتريك بالطبع لكن الحس تعطي ولك ميكانيك شوفوا الميور دومبيونس شوفوا الماتريال ان الماتريال قاعدين نستعملوا فيه بالرسمي غير عادي شوف الرسمة غير عادي شوف لاني هكا باش نوخر الكرسي هكا ها هكا قاعد يوخر مغادي باش نطلع دونك لهنا ترحب بيك مرسيدس مغادي ولهنا نطلع لهنا اش قول لك انت نتفكر حتى وقت اللي نسوقها ما نجمش حتى نعمل برشا بالكرون بالرسمي معناتها غير عادي وفي الكيس معناتها لازمك تسوقها احسبها كيف عباره كهرباء ضعيفه على الاخر قاعده تنزل عليها مع 10 طرفك لا مع 10 طرفك بالرسمي راه فيها اكثر من 500 حصان سومها أكثر من مليار تونسي هنا كيما قاعدين نشوف دو بورت بوبلي والمفتاح شارج اندكسيون لهنا شوفوا هذا من هنا شوفوا من هنا هذا هكا من هنا هكا تقدم على المغادي تنزل على السيستم يباشلات قال لهنا باشلات لهنا هكا اخسر شفتوا الفرق بين الاخرى وهذه الاخرى جايب الطول تعرف اخسر هذه هذه حتى كان ناقص نظر تشوف اخذ ترك اسطنبول كامل ها اللي ما جاش لاسطنبول ها اسطنبول ها والله بينات هذوما برسمي موجودين برا موجودين بالرسمي شوف معناتها كل شيء كل شيء خلينا نمشي بيه للدار من هنا بالرسمي شوف معناتها يعطيك كل شيء كل شيء ها عاد باش تقول بلي البنيه هذيك قداش رقمها ها قال لي لهنا فما وين شارجي ها فما بارك مغادي خضرة بالرسمي غير عادي ننزل هوم هكا ها كليماتيزاسيون ما غادي يخدم لوميور دومبيونس في كل شيء راهو من هنا عندنا اون فيت عندنا تخوا زيكرون هذا اللي قدامك اللي فيه معلومات على السياقه الاوتونومي مثل ما غادي 439 شارج 83% كهرباء ماشي 3000 اه هذه ديك راه تيست درايف مال مادام جابوها كهرباء تيست درايف هذه ظاهره دونك وهذه هاك من هنا هكا انا تخيك خو ما غادي شوفوا كيفاش كليماتيزور انا حطيته بلي ما غادي تذكر هذايا جوست هكا يشعل لك هاو داري ما عندوش فونكسيوناليتي بخلاف انه يعمل لك الكفاز وشوف الكرسي من هنا شوف من هنا لوميور دومبيونس في كل شيء راه سان روف دوبل سان روف بالرسمي غير عادي لوميور دومبيونس ترجع من هنا لهنا زعما فيها ميور دو كورتوازي اه الحمد لله فيها الحمد لله فيها ميور دو كورتوازي ما كانش ما كنتش ناخذها دونك لهنا نكملوا من الموديلات الغاليين برشا تاع الفئه الغاليه وخلينا نجيو توا باي ذا واي قبل كل شيء هذه اي كيو اس 580 نفكر هذه نفس السوق تاعنا 580 زاد فورماتيك ما غادي دونك لهنا نشوفوا حتى الشبيهه من تالي شفتوا هذه اطول ظاهره شفتوا كملوا من هذوما توا نجيو للفئه الاقتصاديه
ولا الناس اللي يحبوا ليزي سيوفي. دونك لهنا نجيو تو الفئه الاقتصاديه. شنو نلقاو عندنا؟ نلقاو عندنا ال اي كيو بي. دونك هي عباره على كلاس بي الكتريك. الفئه ذي احنا في تونس نحبوها، لكن ك ك ك كاتيجوري هذه مرسيدس ما نستناش مستانسين بها برشا. انا صورت تنجح، كان تجيب سون باهي تنجح بالرسم، خاطر شوفوا محلاه معناتها بالرسم محلاه اس يو في مزيان، يجي سبع بلايص، نعرف اذا سبع بلايص ولا، لكن في الخليج نتفكر يجي سبع بلايص. هذه ظاهره في الترانسبور وفي لي جون معانا مش عاديين بالرسم، مش عاديين. بيرلي الاجل عندنا اي كيو بي 350 هذه. شفتوا لي بوند لومينوز هذيا تعاود بدرت كل الا هذا، حتى ذاك فيه حتى ذاك فيه كل هذاك تنجيو شويه. لهنا مرسيدس مازالت حافظة على ايدونتيتي القديمة تاعها. لهنا حتى مرسيدس اللي يجيونا في تونس يجيونا هكا زاد هاك ليكرون اللي يجينا بالعرض معناتها دو زيكرون كهاو، فهمت؟ هذه معناتها عبارة بداية تاع الاكيوبيل الكتريك، معناتها من بعد يمكن يتبدل باش يولي يشبه للاخرين. دونك شفتوا من هنا معناتها مش في حاجة كبيرة برشا، معناتها إذا تحب تتبع شنو مرسيدس باش قاعد تعمل تو في الآخر تاخذ الآخرين. شفتوا اكثر دي بوطون اقل تكتيل. بون فما الناس اللي تحب هكا مازالوا يحبوها، انا بدي ما نحبش تكتيل برشا برشا، ما نحبش 100% تكتيل معناتها بالرسمي واحد شيء باهي بوطون خير. دونك لهنا شوف دونك هذيا جو بونس با فيرسيون سيت بلاس. جو بونس فيرسيون سيت بلاس. لحظه فرق. لا لا ماهي سيت بلاس، ماهي سيت بلاس، لكن اذا تبدا ست بلاس بالرسم تبدا هي على الاخر للعائله معناتها. هنا عندنا الاكدوار، هناك بورت دوبلي يخرج عن غادي معناتها عاديه، مش شكل مش شكل الفخامه المطلقه تاع مرسيدس، فهمت؟ لكن باهية باهية، خليني نوريها لكم من قدام. نكملوا توا مع اصغر وحده وارخص وحده واللي هي الاي كيو اي. ما شفتوا كيفاش ا بي او اس؟ دونك احنا انا بديت بالعكس، فهمت؟ بديت باغلى وحده بارخص وحده. ليدونتيتي كامله شفت حتى كانها ماشي مزيانه برشا من هنا، لكن حبوا يعملوا على ليدونتيتي خاطر لهنا، فهمت؟ انهم يوضحوا ليدونتيتي نتاعهم كانت يمكن بالنسبه لهم اهم من انهم شفتوا مغادي كيفاش تشتغل في البوند لومينوز. حتى من هنا راهي نفس الحكايه نورمالمون. فورماتك كالعاده دونك لاني نشوفوا دي حتى بس انت ما تزرعش الطوله كي تحط فليسه ولا حاجه، فهمت؟ رغم اللي راهو السويدي صار مو ياسر واطي، راهو بالرسم ياسر واطي ياخذ لون يوف. اما رغم هذا شوف حطوا حاجه باش تحمي كروماج من اللوطه. انا ديم زاد ما غادي هكاك لي جونت كيما قاعدين تشوفوا بار 19 لي جونت مزيانين على الاخر. مرسيدس عندها دي جونت غير عاديه، بس حتى مره ما عجبنيش جونت مرسيدس ولا حاجه ديما باهي. دونك لهنا زاد كيما لي كيو بي اللي وريتها لكم، هذه مازالت تتبع في ليدونتيتي القديمه شويه ولا جوست اللي قبل الجديد، معناتها فهمت ليدونتيتي اللي عندنا احنا تو في تونس. حتى لي كيو اي اللي جينا في تونس هكا. دونك لهنا كوموند هذيك تعمل بها تكتيم غادي هذيا هذي توليو حتى اللي ماخذ الشبه بريميوم يعملوه، ما عادش حاجة واو. الكسوة من هنا نرجعو للكبير، شفتو مش كيما غادي، نرجعو للكبير والسيربي كير بالأحمر. هذي عندنا من هنا، هذي المنافسة نتاع الفولفو إكس سي 40. باي ذا واي صورتلكم الإكس سي 40، نخليك تو في السيكسيون الفيديو. دونك هنا كيما قاعدين تشوفو مزيان على الآخر، الكهرباء بالرسمي مزيان على الآخر. هذي عرفتك لي هما بالنسبة لنا مرسيدس للشباب ولا للأمهات اللي عندهم صغيرات يزوم مدرسة، احنا بالنسبة لنا لتونس العائلات لاباس عليهم على الأخر، خاطر ماهيش باش تجي أقل من 200 زاد أنا باش يكون في عندك. هذي نحكي لك في الإلكتريك. دونك لهنا ليزاراتور شوفوا كيفاش، لهنا غادي هاك عندك دو يو اس بي وتشارجي وكل تونيل بطبعة، من بعد مش تونيل ما سحقوش في الإلكتريك ما سحقوش. دونك لاني حتى ها خلينا نوريكم مال تاعها، شفتوه؟ دونك لاني هاكا وراك يعطيك معاه لي بورد دو ريشارج تاعها بالطبع،
هذه هي الاوتيار تاع السيكوريتي نتاع الناس دا السيكوريتي ما غادي من عند مرسيدس هذا فهمت مال متوسط متوسط ذكرني في الاكس 40 شويه متوسط 400 حاجه يترك ياك دونك هذه ارخص اغلى شفت ما قلت اغلى هذه اصغر واحده عندهم راهو في الالكتريك ما عندهمش اصغر من هكا بالسكرو بالطبع يتسكر الالكتريك من هنا هكا دونك نورمالمون هاكا نزلت عليها ما غادي فما دو بوتون هما دونك يهبط ما غادي دونك هذه كانت جوله على الموديلات مرسيدس كل دونك لهنا عندنا الـ QS نعاود نذكرك عندنا الـ QE الـ QS باي ذا واي عندهم راهو الـ QC زاده واللي هي كلاس سي كهربائيه سامحوني كهربائيه اما ما جابوهاش نعرفش عليه يمكن حجم الاكسبوزيسيون ما يكفيش حابوا يجيبوا احسن الموديلات فهمت دونك لهنا كيما قاعدين نشوفوا عندنا الـ QE الـ QC الـ QA الـ QB اعطيني رايكم هنا تعجبكم اكثر في تونس كيما قلت لك هذوما زوج سمعتهم باش يجيو قريب بون السمرة موش يكون رخيص هذا نتصور لي كيو اي معناتها مش تكون اقل من 350 والفيديو الجاي بي ام دبليو اشتراكي في القناة مهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته